أول سباق اللي كيدوز في هذا الشمال بين طنجة وتطوان، أول سباق اللي كيدوز هنا في المغرب واللي كيدوز في السباق من أول زمان اللي كان الإسباني والفرنسيس وساحة التحرير معروفة بالسباق، الدراجة النارية والسيارة كنعقل عليهم أنا 58 عام في عمري وأنا كنعقل على السيارة أنا الموتوريست، وهاد الدراجة احتفظوا بها الإسبان ودابا